شيخ بارك الله فيك وأحسن الله إليك، ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد عمة ربتها في حديث التويل؟ إيش؟ أن تلد عمة ربتها، الأمة ربتها. أي نعم. المعنى أن الأمة التي لا تملك شيئا تلد امرأة تكون لها بمنزلة الرب، يعني أن هذه البنت بنت الأمة تكون غنية حتى تكون بمنزلة ربة هذه في الغنى، فهو مناسب تماما لقوله أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نعم.